السلام عليكم قصتنا الليله من القصص الرائعه اللي راح تسمعونها وهالقصة من روائع المحقق المبدع المحقق كريم قصه عظيمه جدا وفيها احداث شيقه جدا لذلك قبل ان نبدا في سرد احداث هالقصة الرائعه لا تنسونا من اللايك ومشاركه هذا الفيديو مع احبائكم واصدقائكم بارك الله فيكم وقبل لا نبدا في سرد احداث القصه كذلك المحقق كريم يبلغكم التحيه والسلام جميعا. القصه الله يسلمكم ويقول لي يا ابو عبد العزيز عام 2011 يقول لي في هذاك الوقت كنت مكلف في عملي او على راس عملي في العاصمه الايرانيه طهران. يقول بعد ما خلص الدوام وعلى قضايا وتحقيق وروحات وجيات ركبت سيارتي وراجع الى مقر سكني ومعاي اللاسلكي شوي ولا يبلغوني عن عثورهم على جثة في مكان على أطراف العاصمة الإيرانية طهران وقالوا لازم تجي يا محقق كريم علشان تشوف الوضع وتشوف شني القصة وشني الجريمة هذه لأنه الحالة اللي عثروا فيها على الجثة هذه حالة صعبة جدا يقولوا ألف وأرجع على مكتب البحث الجنائي واخذ معي بعض العناصر والمحققين ونروح على المكان اللي بلغوا عنه على الجثه هذه يقول اول ما وصلنا المكان ولا الجسد مبين جسد امراه لكن جثه المراه هذه شبه مشوهه او القاتل او المجرم هذا متعمد انه يحرق الجسد من الصدر الى الاسفل وتارك الراس بدون حرق لكن صحيح ما هو حرق الراس لكن مسوي فيه شغله فظيعه جدا قاطع الاذنين والانف يعني الوجه بدون انف وبدون اذنين الجريمه فظيعه والمنظر كان فظيع جدا وتم طبعا حضور الطب الشرعي والادله الجنائيه وقامت الدنيا وما قعدت على هال الجريمه الفظيعه يقول تم رفع جثه الى الطب الشرعي لمعرفه سبب الوفاه ووقت الوفاه وشني هويه المراه هذه. طبعا في مسرح الجريمه ما عثر رجال الامن على اي دليل ممكن يوصلهم الى القاتل. وجسد المراه هذا او جثتها متعرضه كذلك الى عده طعنات في الرقبه وفي الصدر واماكن متفرقه من الجسد. ولكن ما عثروا على اي شيء يدل على هويه البنت هذه. تقرير الطب الشرعي يقول انه البنت يعني سبب الوفاه هو النزف الصاعق او النزف الشديد والبنت جثتها مشوهه وما عثروا على يعني بطاقه شخصيه ولا اي شيء يدل على هويتها. ويقول بدينا نبحث في البلاغات تعرفون اللي يعني يختفي عنده بنت ولا ولد ولا اي حدا يبلغ رجال الامن او مراكز الشرطه عن هالاختفاء يقول بدينا نبحث عن بلاغات الاختفاء وعلى حسب تقرير الطب الشرعي الفتاة هذه عمرها في بداية العشرينيات البلاغات اللي مبلغها الناس عن اختفاء بعض الأشخاص ما في ولا حدا مبلغ عن فتاة بها المواصفات هذه وبهالعمر يقول حققنا من هناك بحثنا توصلنا إلى طريق مسدود البنت ما حدا مبلغ عنها ما في شيء يثبت هويتها وكذلك القاتل كان محترف في إخفاء الأدلة لأجل ما يقدر يتواصلوا رجال الأمن والمنطقة اللي عثروا عليها منطقة شبه مقطوعة وظاهر البنت مقتولة في منتصف الليلة الماضية المهم يقول لي ظلينا هذاك اليوم تالي النهار وإلى منتصف الليل وإحنا نبحث ونحقق ونحاول نشوف لعل وعسى نوصل إلى طرف خيط يوصلنا إلى هالقاتل اللي ارتكب هالجريمة الفظيعة يقول ما قدرنا نوصل إلى أي نتيجة في صباح اليوم الثاني ويتم إبلاغ رجال الأمن كذلك عن جريمة أخرى الجريمة هذه الله يسلمكم لي شاب عثروا على جثته وكذلك في منطقة مقطوعة على أطراف العاصمة الإيرانية ومن خلال البحث والتحري تبين أنه هذا الشاب سائق تاكسي سائق تاكسي عمومي ويعمل لصالح أحد مكاتب التاكسي العمومي يقول ونروح على مكتب التاكسي العمومي السلام عليكم وعليكم السلام أه سألنا عن هذا الشاب توصلنا إلى شخصيته واسمه بالكامل يقول بديت أستجوب السائقين أصدقائه وزملائه هل هذا الشاب عنده مشاكل شنو وضعه شنو أموره قالوا الشاب هذا ما عنده مشاكل شاب عادي وصار له فترة من الزمن يشتغل في هذا المكتب في كاميرات مراقبة قالوا إيه نعم في كاميرات مراقبة يقول وأبدأ أشوف تسجيلات كاميرات المراقبة وبعد مشاهدة تسجيلات الكاميرات اللي موجودة في هذا المكتب يقول ونشاهد هذا الشاب صاحب التاكسي طلع في سيارته وطلع معاه كذلك شاب آخر والشاب هذا بصورته مبينه واضحة مية وهذا الأمر اللي ساعدنا في إلقاء القبض على هذا الشاب من خلال بحث بسيط من خلال الصورة الواضحة له ولا هذا الشاب ينقله مجيد قالوا جيبوا مجيد، طبعا من خلال الاسم تم العثور على عنوان هذا الشاب واسمه وتفاصيله الكاملة والحارة والمنطقة اللي ساكن فيها، ونلقي القبض على مجيد. جابوا مجيد قالوا يا مجيد أنت آخر واحد طلع مع السائق التاكسي هذا، لذلك يا مجيد وفر على الوقت على حالك وعلينا، واعترف ليش وشلون قتلت هذا الرجل. يقول لي هذا مجيد يعني وضعه كان يعني على غير العادة بالعاده لما نلقي القبض على احد الاشخاص المتهمين تلاقي المجرم يكون مرتبك خايف يشرد يصفن شوي تلاقي وضعه ما هو طبيعي مرتبك بالكلام يقول لي يا ابو عبد العزيز هذا مجيد انسان طبيعي جدا وكأنه ما هو مسوي شيء. قال يا جماعة أي نعم أنا قتلت هذا سائق التاكسي ليش قتلته قال والله صراحة بيني وبينه حسابات مالية ولي عليه مبلغ من المال وصراحة كل فترة والثانية يوعدني أعطاني جزء بسيط من هذا المبلغ والمبلغ الأكبر اللي هو يعادل تقريبا 600 دولار أمريكي على اليوم وبكرة وبعد بكرة ويضحك علي وأنا صراحة يعني بحاجة إلى هذا المبلغ شنو تشتغل انت يا مجيد؟ قال انا اشتغل في بيع الاحذيه الله يعزكم عنها طاري. وشلون اللي صار وليش قتلته؟ قال والله شفت هذا يضحك علي وعلى اليوم وبكره وبعد بكره جيتوا يوم امس على مكتب التاكسي طبعا مجيد وسائق التاكسي ما بيناتهم مشكله يعني هم اصحاب وعلى تواصل لكن صاحب التاكسي الظاهر ما عنده يعني الفلوس الكافيه لاجل يدفع الدين لهذا الرجل مجيد يقول وطلبته انه يوديني الى احد الاماكن وفعلا طلعت معاه في السياره ولما وصلنا الى هالمنطقه المقطوعه هذه سحبت السكين واوجه له عده طعنات في الرقبه وثلاث طعنات في الصدر وثلاث طعنات في الخاصره يقول لما تاكدت منه انه مات بديت افتش فيها السياره شنو فيها فلوس خذيت الساعه اللي لابسها الخاتم التليفون وعثرت على مبلغ من المال مبلغ بسيط وخليته في مكانه وغادرت المكان وبناء على اعترافات مجيد خذوه الى مكان الجريمه ومثل الجريمه بشكل طبيعي جدا وتعرفون تمثيل الجريمه والروحه والجيه وبعض الامور الروتينيه اللي تاكل وقت المهم في اليوم الثاني المفروض أنه يتم تقديم أو ترحيل هذا مجيد إلى السجن وتقديمه للمحاكمة أصولا بعد ما مثل جريمته واعترف بكل تفاصيلها وتسجيل الأقوال في ضبط لكن يقول لي يا أبو عبد العزيز لفت انتباهي هذا المجرم يعني كان يسولف وهو مرتاح إلى درجة كبيرة جدا وكأنه ذابح نملة أو ذابح عصفور يقول لي كان هادئ جدا وبشكل غير طبيعي ولا كانه مسوي شيء يقول لفت نظري هذا الامر أو جودهم ياخذون مجيد على السجن لاجل يقدمونه الى المحاكمه يقول أطلب من المدعي العام او من النيابه قال لهم لو سمحتوا اجلوا لي موضوع هذا مجيد كم يوم قالوا النائب العام ليش يا محقق كريم بما انه هذا معترف بجريمته ومثل الجريمه والامور ماشي في المسار الصح ليش شنو ودك فيه يعني قال معليش لو سمحت اعطوني اياه مد من الزمن قديش ودك اياه كم يوم قال ودي عشرة ايام قالوا ابدا هذا عشرة ايام قال لهم له بعدين الساعه والخاتم والاغراض اللي ماخذهن من سائق التاكسي ما زال الموجودات عنده في البيت علشان نروح نجيبهن او اتركوني على كيفي قالوا سوي اللي ودك يا محقق كريم يقولوا نركب احنا ومجيد ونروح على البيت ويقول انا طبعا براسي موال ودي اغنيه ودي اشوف تاليتها مع هذا مجيد بدالي انسان غير طبيعي وكاد هذا الهدوء وراه بلا كبير يقول اول ما وصلنا على البيت وبدينا نفتش وين حاط الاغراض ومن هين ومن هناك ونفتش فيها الغرف ومن غرفة إلى الغرفة ومن مكان إلى مكان وأنتبه إلى وجود وعاء زجاجي أو قارورة زجاجية صغيرة لكن الزجاجة هذه يعني وضعها مريب وما هو طبيعي يقول لما قربت عليها ولا الزجاجة هذه فيها كحول وفيها أذنين وفيها أنف أو يعني رأس أنف مقطوع وأول أو ما شفت هالأذنين ورأس الأنف مباشرة خطر على بالي البنت اللي عثرنا عليها قبل ثلاث أيام تقريبا. يقول المحققين اللي معاي والمعاونين واحد ينقالوا عزيز. عزيز هذا لما شاف الأذنين والأنف ويغير علي ويصير يبكي ويقول لي شوف شلون سبحان الله يا محقق كريم شلون هذا وده يقع في شر أعماله. قال له يا مجيد ابن الاخر ساعدنا الله يساعدك شنو سالفه الاذنين هذن والانف وشوف يعني اعطينا من الاخر في هالحالة هذا مجيد يقول لي يعني بكل هدوء قال لو سمحتوا اعطوني السيجارة قال عزيز اعطيه سيجارة يا عزيز مسك هالسيجارة وولع السيجارة وقال صراحة يا محقق كريم البنت هذه اللي عثرت عليها انت قبل ثلاثة ايام هذه البنت اسمها معصومه وانا اللي قتلتها ليش قتلتها وشنو الموضوع وشنو السالفه اسمعوا القصه القصه الله يسلمكم هذا مجيد متزوج من فتاة اسمها زيور والله سبحانه وتعالى مرزقهم أبناء اثنين وزيور هذه بنت تقريبا كذلك في بدايه العشرينيات من عمرها وصار متزوجها عده سنوات وعايش هو وياها بسبات ونبات وفي يوم من الايام مجيد هذا يتعرف على فتاه اسمها معصومه معصومه كذلك فتاه جميله ومن عائله بسيطه وتعرفوا على بعضهم ومن هين ومن هناك وحصل استلطاف فلقاء فسلام فحب فغرام ووقع المحظور بين معصومة وبين مجيد واستمرت العلاقة هذه أول شهر الشهر الثاني الشهر الثالث والعلاقة بين مجيد ومعصومة علاقة سرية وما حد اكتشفها أبدا بيناتهم حب متبادل ولقاءات وكل يوم الثاني يلتقي هو إياها لكن اللي ما يدريه مجيد وما تدريه معصومة أنه معصومة هذه تصير صديقة زيور زوجة مجيد ومعصومة ما تدري أنه مجيد هذا متزوج من صديقتها في الدراسة والظاهر بين معصومة وزيور في بعض الاتصالات كل فترة والثانية وتعرفون النسوان تسولف البعضها وتفضفض البعضها بما أنه هذه صديقة زميلة في الدراسة سابقا فتقوم بيوم من الأيام تتصل معصومة على زيور زوجة مجيد أخبارك علومك الأخبار العلوم ما تزوجتي ما عندك حبيب ما عندك كذا قالت لها والله ما عندي من الاخبار والعلوم الا انه في علاقه بيني وبين شاب صار لنا فتره من الزمن من وين هذا الشاب وشلون تعرفتي عليه ومن وين ما من وين وشنو اسمه وشنو عائلته لا يروح يضحك عليك قالت لها الشاب هذا اسمه مجيد مجيد شنو قالت مجيد الفلاني يخرب بيتك هذا زوجي مجيد. قالت والله ما ادري، المهم قامت الدنيا وما قعدت هذاك اليوم على مجيد. زيور هذه زوجته لما سمعت انه في علاقه بينه وبين صديقتها وتقوم تشيل حالها هي وولادها وتروح على بيت قالت انت رجال ما تستحي وما براسك ذره من الشرف. والله ما نقعد لك بهالبيت يا بنت الناس يطولك يقصرك يا زيور. شنو الموضوع شنو السالفة قالت ما تدري شنو السالفة أم صاحب صديقتي وزميلتي يلي ما تستحي وبينك وبينها علاقة وحاصل بينك وبينها كذا ومدري شنو المهم حاول معها كثير قليل قالت بيت أهلي أحسن لي أحسن ما أظل عندك يا قليل الشرف المهم وتزعل زيور هذاك اليوم عند بيت أهلها وخذت الولاد وهذا بينه وبين زوجته زيور علاقة حب ويحبها وتحبه لكن زيور لما اكتشفت العلاقة هذه ما قدرت انها تظل في البيت وقالت له روح تصطفل منك هذه معصومة وكل من ينقي شوكه بايده يا مجيد. وهذا مجيد الان وقع في ورطة ويتصل على معصومة يا معصومة شنو عرفتش بزيور بزوجتي؟ قالت والله ما ادري انه انت متزوج زيور وهذه صديقتي من ايام الدراسة انا وياها كنا في الثانوية بمقعد واحد. وانا ما ادري صراحه انه هاي زوجتك وصار اللي صار والبنت هذه معصومه كذلك زعلت من مجيد وقالت انا من درب وانت من درب وحصلت مشكله لها اول ما لها اخر وهذا طلع معايد القريتين زوجته وابنائه فلت على اهلها وهذه كذلك معصومه تركته وش ودك تساوي يا مجيد يحاول يتصل على زوجته زيور يا بنت الناس وخلاص وموضوع وخلاص يعني نزوة وصارت أو أوعدش خلاص ما عاد يعني أقرب على هاي البنت وأنا رحت في حال سبيلي وهي في حال سبيلها قالت أنت واحد شذاب حيشي من يسمع وأصلا ما براسك لا نخوة ولا شرف وأتركك من هالسوالف وأنسى إذا تعرف بحياتك امرأة اسمها زيور وهذا مجيد فقد زوجته وعلاقة الحب وخسر أبنائه كذلك والمرة زعلت عند أهلها وأهلها بهدلوه أو هذا صار يفكر شنو بده يساوي يعني بده يلاقي حل لهالمشكلة الكبيرة اللي وقع فيها خسر زوجته وحبيبته في نفس الوقت وصار يخطط مجيد لأجل يعني يحاول يرضي زوجته زيور أنه خلاص يعني ما عاد في علاقة بينه وبين البنت هذه معصومة صديقتها وزميلتها وتخطر على باله فكرة شيطانية ويقوم يتصل هذاك اليوم على زوجته سلام عليكم وعليكم السلام يا حبيبتي يا قلبي يا أم عيالي ارجعي على بيتك وخلينا نتابع حياتنا بشكل طبيعي والبنت هذه خلاص ما عاد يعني أقرب منها وهي ولت وأنا ودي اياك أنت وفاقد أبنائي ودي أشوفهم حاول معها كثير قليل البنت ما رضيت قال لها وعد شرف إلا لي أجيب لك نيشان وإشارة من البنت هذه وإلا أخليش تعرفين أنه خلاص علشان أقطع العلاقة بيني وبينها بشكل نهائي وإلى الأبد شنو ودك تساوي؟ قالها ما عليك، انا عهد علي اني اجيب لك نيشان. نيشان يعني علامه، قالها راح اجيب لك علامه انه علشان تصدقين انه فعلا انا قطعت العلاقه مع البنت هذه وما عاد في بيني وبينها شيء الى الابد. ويسكر التلفون هذاك اليوم ويتصل على معصومه، مرحبا شلونك؟ شو اخبارك يا معصومه؟ خير شنو ودك؟ قال لها والله صراحة يعني علشان هالمشكله اللي حصلت بينك وبين زوجتي وزوجتي الان زعلانه عند اهلها وودي اراضيك على هالمشكله اللي حصل قالت والله انا صراحه ما ادري انه هي زوجتك قالها مو مشكله اللي صار صار واللي فات مات احنا ابناء اليوم يا ستي انا صراحه ودي اراضيك وجايب لك هديه محترمه بمناسبه انه يعني نتصالح انا وياك وترجع المي الى مجاريها وقدر يضحك ذاك اليوم على البنت معصومه ويجيبها للطابق وتواعد هو وياها في احد الاماكن ويركب سيارته ويروح يركب هو أو معصومة في الوقت يعني بعد صلاة العشاء ويظل يتفتل هو وياها في السيارة ومن مكان إلى مكان ويا حبيبتي ويا قلبي وسوالها البحر طحينة وشلب عقلها حلاوة لحد ما صارت تقريبا الساعة 11 11 ونص قبل منتصف الليل ويروحوا وياها إلى منطقة شبه مقطوعة ويوقف السيارة على جنب الطريق ويمد ايده على مسكة الباب على شا... على قفل الباب عشان يفتح الباب من جهة البنت معصومة فتح الباب ويحط اجره بصدر البنت ويدفشها دفشة قوية وقعت البنت من السيارة إلى درجة انه انقطع نفسها، البنت ما هي شنو السالفة مباشرة ويفتح الباب من جهة السائق وينزل على معصومة. البنت ما يعرفان شنو اللي صاير اشبلك يا مجيد شنو الموضوع قالها شنو الموضوع أو طبعا سحب السكين ووجه لها عدة طعنات في الرقبة وفي الصدر وفي الخاصرة كذلك لحد ما البنت صارت تنزف منها الدم وما ظل لها أي حركة طعنات كانت قاتلة ويجي على أذنين البنت يقطش أذانها اليمين واليسار قطعهم بالسكين ويقوم كذلك يقطع انفها ويحط الاذنين والانف بجيبه ويجيب قلن فيه او يعني قنينه فيها بنزين ويسكب البنزين متعمد من جهه الصدر الى الاسفل الى القدمين ويولع النار فيها وهو كان متقصد انه ما يحرق الراس ويركب سيارته ويرجع هذاك اليوم على البيت ويخبر مع يخبر زوجته زيور قال لها هذه العلامات اللي جبتهن او أوعدت يا حبيبه قلبي من الان فصاعدا ما عاد تشوفين او تعرفين وحده اسمها معصومه ويرجعها ذاك اليوم على البيت والبنت زاور لما جت على البيت حاولت تفهم من زوجها مجيد شنو سويت بالبنت شنو يعني ليش قطعت اذانها ليش قطع انفها قالها انت خلاص ودش غير انه العلاقة بيني وبينها تنقطع ونعيش حياتنا انا وياك بدون مشاكل قالت هذا اللي ودي اياه لكن شنو سويت بالبنت؟ قالها مال شغل وكانت هذه اعترافات مجيد ويقول لي وهو يعترف وكأنه ما هو مسوي شيء ابدا انسان غير طبيعي يقول لي بناء على اعترافات هذا مجيد قلت لا هذا مجيد ما هو انسان طبيعي. وطبعا تم تسجيل الأقوال وتمثيل الجريمة وبلغوا أهل البنت وجو الجماعة تعرفوا على جثة بنتهم وكان صار لهم يومين ثلاث يبحثون عنها وما هم مبلغين عن اختفائها خوفا أنه البنت بما أنها بالغة وراشدة قالوا لك خاف أنها حبت لها واحد ولا عشقانة وخوفا من الفضيحة المهم كانت هذه اعترافات مجيد على بالكم أنه القصة انتهت القصة ما انتهت يقول لي يا ابو عبد العزيز بناء على اعترافات مجيد هذا وطريقته في الاعتراف انسان طبيعي جدا ولا يرف له جفن يعني شلون وحده قاتلها مسدد لها عده طعنات وقاطع اذانها وقاطع انفها وبعدها بيومين يقتل سائق التاكسي يعني هذا قاعد يقتل بدم بارد قال لك اكيد هذا وراه بلا وحطيت ببالي انه هذا ممكن يكون قاتل متسلسل يقولوا اروح القي القبض على زيور زوجة مجيد جبتها وقلت لها شوفي يا زيور تساعديني اساعدك وشوفي ترى انت يعني او زوجك هذا مجيد في خانه وحده الا اذا ساعدتيني وترى والله انا انفذ حكم القصاص فيك بايدي ترى انت ويا اجريكم بالفلقه سوا لذلك لا تلفين ولا تدورين وصول في اللي عندك قالت انا داخل على الله ثم عليك يا محقق كريم شنو ودك اسال اللي ودك وانا اجاوب قال لها البنت هذه لما قطع اذانها وجاب لك اذانها وانفها ليش ما بلغتي رجال الامن قالت والله صراحه انا ما ادري انه يعني وصل الى هالدرجه من الاجرام وانه قتل البنت انا قلت يمكن مخدرها وقطع اذانها وانفها يعني صراحه ما توقعت انه زوجي هذا مجيد مجرم الى هالدرجه هذه قال لها طيب وسائق التاكسي قالت والله ما ادري فيه ولا عندي علم انه قتل صاحب التاكسي لكن يا محقق كريم اوعدني انك تساعدني قالوا لها ابدا انت امشي باتجاهي خطوه وانا امشي باتجاهك عشر خطوات بشرط انك تسول فينا الصحيح قالت لك عندي مفاجاه يا محقق كريم هاتي لنشوف شنو المفاجاه يا زيور قالت تقريبا قبل شهرين ثلاث يجيني هذاك اليوم بعد منتصف الليل مجيد وبعد ما ناموا هالولاد وانا قاعده انتظره لما دخل على البيت ولا عنده بعض الاغراض اللي جايبهم معاه جايب معاه حقيبه يدويه رجاليه ولما فرد الحقيبة هذه فيها بعض الأوراق وفيها تلفون وفيها ساعة وخاتم وبعض الفلوس يعني مبلغ بسيط لما الأغراض هذن يا مجيد قال والله هذن يا زيور الواحد من أصدقائي وحبيت أتقشمر وياه أو أمزح وياه يعني وخذيت هذن الأغراض علشان يدور عليهن ويبحث عليهن ويعني حبيت أسوي مزحة معاه تقول في اليوم الثاني قلت يمكن اكيد راح يرجعهم الصديق هذا اللي يقول عنه لكن مر اول يوم الثاني الثالث الاغراض هذا ما زالن في البيت تقول في اليوم الثالث طلع مجيد من البيت والاغراض هذا موجودات مسكت التليفون اللي جايبه وفتحت التليفون قلت بدي اشوف منو هذا اللي من اصدقاء مجيد اللي قاعد يسوي معاه المزحه ولما فتحت التلفون اكتشفت انه صاحب هذا التلفون ما هو من اصدقاء زوجي مجيد هذا الشخص من ابناء الحارة رجال محترم وكابر وماله اي علاقة بزوجي مجيد لا صداقة ولا من هنا ولا من هناك مجرد شاب من ابناء الحارة لكن ما في اي علاقة بينه وبين زوجي استغربت منها الموضوع وصرت اسال نفسي شنو جاب تلفون هذا الرجال لعند زوجي مجيد المهم تقول تنزل على السوبر ماركت ماشي بهالشارع وده تشتري بعض الاغراض وتنتبه على اوراق نعوه ملزقه على الجدران تعرفون لما تحصل وفاه في المدن وفي الاحياء فيطبعون ورق نعوه ويسجلون عليها اسم المتوفي ومكان العزاء وساعات استقبال التعزيه وأول أو ما جت عينها على الاسم ودها تشوف منو المتوفي عندهم بهالحارة ولا هذا اسم الشاب اللي شافت صورته في التلفون اللي جابه مجيد هذا كل يوم تقول ويجي مجيد هاي مجيد هذا المهندس فلان شيني سالفته؟ أو شنو سالفته وشنو موضوع شلون متوفي قال لها والله هذا يا زيور متعرض إلى كمين وقاتلين الإرهابيين والمسلحين ما أدري عصابة مسلحة معترضة طريقه في الليل وذابحينه وهذه زاور لما سمعت سوالف زوجها مجيد وأنه عصابة قاتلته قالت يمكن كل الاحتمالات واردة ويمكن هذا أثر على جواله وعلى أغراضه بهالشارع وجابه يعني كل الاحتمالات تصير لكن زيور بنفس الوقت خافت على نفسها من مجيد وقالت لك خاف اني افاتحه في الموضوع وخاف يسوي لي بلا المهم اسكتت البنت وما استرجت تسأله عن هذا الموضوع لكن الآن لما صار القصة فيها أنه ذابح صديقتها معصومة وقاتل سائق تاكسي قالت لا بالله يا ولد خلينا نسولف اللي عندنا أو عاد خلي اللي وده يصير يصير ويجيبون مجيد من اول وجديد جابوا له عند المحقق كريم هاي يا مجيد هذا المهندس فلان ابن فلان شنو جاب تلفونه لعندك وحقيبته واغراضه وشنو علاقتك فيه انت وشنو جاب الاغراض هاي لعندك على البيت قال لهم السالفة وما فيها يا محقق كريم صراحة أنا قتلت هذا المهندس يخرب بيتك ليش قتلته قال والله هذاك اليوم راجع على البيت والوقت حوالي منتصف الليل ولا اشوف هذا المهندس مهندس ما بينه وبينه يعني اي علاقه مجرد سلام وابن حاره يعني يقول شفت حامل بايده هالحقيبه هذه وقلت وكاد الحقيبه هذه بما انه هو مهندس وموظف فاكيد الحقيبه هذه فيها مبلغ من المال لذلك خليني استدرجه أو أذبح وأستولي على هالحقيبة هذه اللي مليانة فلوس وفعلا السلام عليكم وعليكم السلام هاي يا جار شو أخبارك كيف الصحة من هين من هناك ويقوم هذا مجيد يستدرج المهندس إلى منطقة إلى جانب أحد مزارع العنب والوقت منتصف الليل حركة ناس ما في ناس رايحة ناس جاية ومن أمس هذا مجيد يسحب السكين ويوجه عدة طعنات قاتلة للمهندس وقع على جنب الطريق والمنطقة الدنيا ليل ووقع هذا على جنب الطريق ويجي يفتش فيها الحقيبة هذه ولا الحقيبة ما فيها إلا بعض الأوراق والمستندات وما فيها ولا فلس لكن قال لك بما أني قتلته وقتلته خليني عاد أشوف المحفظة أو تلفونه وساعته ومحبس والمصيبة شنو المصيبة أنه هذا المهندس صار له أربع شهور متزوج لسه وفي أشهر العسل بعد ما قتلوا شلحوا الأغراض اللي عنده من جملتها التلفون والحقيبة هذه ورجع على البيت ولا كأنه مسوي شيء ومارس حياته بشكل طبيعي يعني هذا مجيد خلال تقريبا ثلاث أشهر قتل ثلاث أشخاص أول شيء قتل المهندس وبعدين قتل معصومه وبعد منها بيومين قتل سائق التاكسي بكل دم بارد وطبعا صاحب مزرعه العنب عثر على جثه المهندس في اليوم الثاني او الثالث وبلغ رجال الامن وتم رفع الجثه لكن ما قدروا يتوصلون الى القاتل اللي قتل هذا المهندس والقضيه يعني ما زالت مفتوحه وما تم تسكير ملف التحقيق في قضيه مقتل المهندس الى ان جاء المحقق كريم وبذكاء هذا المحقق الفذ تم اكتشاف هذا القاتل المتسلسل الوحش البشري اللي كان عايش بين الناس ولا كانه مسوي شيء لكن يقول لي المحقق كريم اللي, اللي لفت نظري في هذا القاتل على غير العاده مع ال يعني يقول لي مر على راسي الكثير من المجرمين والقتله المتسلسلين والسفاحين و وال مغتصبي الاطفال ومختلف المجرمين لكن مثل بروده الاعصاب عند هذا مجيد يقول لي ما مر علي، انسان عجيب غريب يعترف وكانه مثل انت لما تسولف انت وصديقك والله رحنا على المطعم الفلاني واكلنا الاكله الفلانيه ويعني تسولف بكل اريحيه ويعني امر طبيعي جدا. المهم مالكم بالطويله بناء على اعترافات مجيد تم تقديمه للمحاكمة هو وزوجته زيور وبعد عدة جلسات وبما أنه هذا قاتل متسلسل برقبته ثلاثة أشخاص وفي زمن قياسي تم الحكم على مجيد بتسعين جلدة بالنسبة لممارسة الجنس مع معصومة بغير عقد شرعي يعني ما بينه وبينها عقد شرعي ولا هي زوجته ومارس معها الجنس وكذلك تسعين جلدة بالنسبة لي تشويهه لجسد معصومة وقطع الأذنين والأنف وكذلك تسعين جلدة بتهمة السرقة سرقة أغراض وأموال المهندس وكذلك تم الحكم عليه بثلاث قصاصات يعني ثلاث إعدامات وتم تنفيذ فيه حكم الإعدام بعد جلده تسعين بتسعين بتسعين جلدة تم إعدامه في سجن رجائي شهر في إيران بعد أربع شهور من اكتشاف هذه الجرائم عن طريق المحقق كريم. أما بالنسبة لزوجته زيور، تم الحكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات. وبعد تقديم استعطاف والمحامي والمحقق كريم وعدها بالمساعدة، تم تخفيض الحكم من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات. وكانت زاور كل فترة والثانية تطلع من السجن لانه المرأة عندها ابناء وعندهم نظام في ايران يقدر السجين يطلع من السجن لفترة من الزمن بكفالة وبامور معينة يتبعونها عندهم هناك كانت هذه نهاية القصة والقصة طبعا فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها من خلال مجريات احداث القصة في النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم. ولا تنسون الدعاء لزوجة المحقق كريم بالشفاء العاجل ولكل مريض يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه